من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الصوت وانت بتعمل فيديو او بتسجل تسجيل صوتي هو النويز او التشويش. طيب ازاي اقدر اعالج الموضوع دوت باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ تعال نعرف الموضوع بيمشي ازاي. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله هنروح على موقع ادوبي بودكاست، الموقع اللي قدامنا دوت. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله هنعمل ساين ان. يعني ايه ساين ان؟ هنشترك في الموقع. بنشترك باي ايميل عندنا، سواء على ياهو او على جيميل ايا كان. هي عباره عن خطوه هناخدها على طول. بعد ما نعمل ساين ان، طبعا عشان اعمل ساين ان الاكونت بتاعي موجود، هلاقي عندنا 3 اوبشنز في الموقع. اول اوبشنز اللي احنا نقدر نعمل زي اديت على الفيديو، مونتاج، يعني حاجه ليها علاقه بالمونتاج. تاني حاجه لو انا عندي مايك جديد فانا عايز اعمل عليه تيست. تالت حاجه اللي هو الجزء اللي انا عايزه، اللي انا عايز اعمل ريموف للنويز، او لو في مشكله في الصوت او في التسجيل يشيلها لي. هنروح عليها، هيظهر لي التيبل ده. بعد التيبل ده ما يظهر هيبقى مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني اجي عند الجزء دوت كده هعمله اون. ده بديله امر ان انا الفايل يقدر يشيل مني اي نويز موجود فيه، او يقدر يشيل منه اي جزء موجود فيه بيأثر لي على الصوت. وبعد كده بختار اي ملف انا اكون مجهزه او الملف اللي انا هشتغل عليه. هنا عندنا ملف مجهزينه، ملف ده مثلا هنعمل له اوبن، هيبدأ يعمل لود للملف. زي ما قلنا هو كده خلاص حمل الملف. انا دلوقتي اقدر اجربه لو عايز تعمل فيديو زي اللي انت شايفه دوت باستخدام مع الذكاء. صوت نقي زي ما انتم شايفين. هنا هعمل له بس داونلود، طبعا عشان انا منزل الملف ده قبل كده فمش هعمل له داونلود. هتعمل داونلود للملف بتاعك وهتقدر تشتغل بيه. هتلاقي طبعا لو انت اختبرت الصوت بتاعك قبل ما تحطه في الموقع، هتلاقي كل النويز، كل الهواء اللي موجود اتشال. لو في حتى اخطاء في الصوت نفسه هتلاقيه عليك هالك. بجد ده اختراع من ادوبي باستخدام الذكاء الاصطناعي. يا رب اكون ساعدتكم في الفيديو دوت. طبعا تقدر تستفاد بالجزء دوت سواء كنت مسوق او كنت حتى بتسجل فيديوهات او بتعمل حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا، هتستفاد جدا من خلال الموقع دوت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك. انا محمد السيد، سلام عليكم.